وكيف ما كان عارف الناس كنت في مريض مدة عامين، فالحمد لله بسبب المرض غبت هاد العامين. بسبب المرض؟ شنو كان عندك؟ دابا راك عارف درت اوبيراسيون عملية على المصارن، ومهم جات حالة اكتئاب وجاو بزاف د الحوايج. الحمد لله كانت معاناة مع البطن ديالي، الحمد لله على كل حال. كنتي كتقول غنرجع للساحة الفنية في هذاك الظرف اللي عشتيه فاش كان صعيب، يعني كنتي كتقول مع راسك؟ لا، كنت نقول صافي مستحيل نرجع، حيت واحد الوقت صافي درت بوز، انا صافي ما بقيتش باغي نغني بصفة نهائية. دخلتي في اكتئاب شحال تقريبا؟ عام ونص وانت في اكتئاب. وشنو اللي يقدر يخرجك من هذه الحالة الاكتئاب؟ الحمد لله بزاف الناس اللي تيعاونوني باش نخرج من الاكتئاب، منها المدام ديالي، منها الوالده مسكينه حتى هي تتهضر معايا باش زعما تتعاوني باش نخرج من الاكتئاب، ولكن كان صعيب عليا.